يسعدكم اخواتي واهلا وسهلا فيكم كبار وصغار. فضيحه ذا فويس الكبرى وبالوثائق. العنوان الكبير اكيد شدكم حتى تفوتوا على المقطع وتشوفوه وتعرفوا شو هي فضيحه ذا فويس الكبرى والوثائق مثل ما صار معي انا تماما. امبارح قاعد عم اتفرج على اليوتيوب كالعاده فطلع بوشي هذا المقطع. ومثل ما بتعرفوا نحن شعب ما بنحب الفضايح ابدا. لهيك بغمضة عين صار جوات المقطع مو مشان الفضايح لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يمه المطهر المهم خلونا نشوف مع بعض هالمقطع ونعرف شو هي الفضايح وشو هن الوثائق اللي رح يفضحوا ذا فويس. المقدمة مثل ما شفتوا أنترو عادي باسم القناة وبصراحة أنا لما شفت اسم القناة ارتحت كتير وعرفت إن رح أشوف كل شي سدو لأنه اسم القناة قناة الحقيقة ولما شفت هذا الكلام ارتحت أكتر. إذا كنت تريد أم تعرف أم تعرف ليكون أصدق أن تعرف أكيد أكيد أصدق أن تعرف. إذا كنت تريد أن تعرف الحقيقة عن كل شيء فنحن بحث وندقق بحث وندقق ما يزيطة ليكون أصدق نبحث وندقق أكيد نبحث وندقق فنحن نبحث وندقق ونحضر لك الحقيقة بين يديك. كلام حلو يعني هالكلام يخليك واثق ومتأكد انك رح تشوف كل شيء بهالمقطع صدق وما فيه اي كذب. كمل ايوه هذا المهم. يلا ادخل على ذا فويس وفرجينا الفضايح. فعلا الشغلة طلعت كبيرة فيها معلومات ووثائق خطيرة. ومن مين؟ من موظف سابق بمحطة الام بي سي يعني كلامه اكيد راح يكون صدق 100% ومعلومات صحيحة. تمام تمام كمل كمان تمام مو مشكلة كمل. لحظة لحظة شفتوا؟ سري للغاية وإلى من يهمه الأمر اكيد شيء خطير. خلونا نقرأ ونشوف. إن برنامج ذا فويس يجبر المدربين عاصر حلاني وأليسا وأحلام ومحمد حمائي على اختيار المتسابقين التي تحددهم الإدارة مسبقا وتختار من منهم الذي يبرم الكرسي. ويتقاضى كل مدرب مبلغ $3,000 عن كل متسابق يبرمون الكرسي له وكأجر، وهذا المبلغ غير مبلغ العقد الأساسي. هذا في مرحلة الصوت بس. أما في مرحلة المواجهة فيتقاضى كل مدرب عن اختيار المتسابق المطلوب $5,000 ومبلغ $10,000 عن المرحلة الأخيرة. وطبعا الهدف الأول من البرنامج ليس تشجيعا للمواهب لا أبدا بل هو تجاري بحت. وهذا هو السبب الرئيسي بإخراج كل المتسابقين السوريين من The Voice Kids لأن أحوال السوريين ولذلك يختارون المتسابق الذي يتم التصويت له بكثرة من أهل بلده. هذه المعلومات أنا لم أسمعها من أحد أو قرأتها في مقال طبعا لا أنا كنت أعمل بمحطة الام بي سي وهذه المعلومات يعرفها كل الموظفين في القناة وأنا تركت العمل الآن لعدم مصداقية المسؤولين عنها. ولك يا عيني عليك يا عيني عليك فعلا إنسان نقي ونظيف يا زلمة. اسم قناتك لحاله بكفي قناة الحقيقة. والذي لا يعرف سبب إقصاء المطربة نوال الكويتية من البرنامج بعد أن دعيت بشكل رسمي فأنا أقول لكم السبب هو رفض نوال للانصياع لأوامر إدارة البرنامج وقالت حرفيا أنها ستختار من تجده أهلا لاختيارها. وطبعا هذا الأمر لم يعجب الإدارة فأقصوها عن البرنامج وأعادوا أحلام مرة أخرى. ولعلمكم جميعا فإن المتسابق الذي يفوز باللقب يعرف مسبقا بالنتيجة وكل شيء ترونه مجرد خداع حتى التصويت لا يكون صحيحا أبدا. واختصارا لكل ما مضى فإن هذا البرنامج وهمي بامتياز والنتائج كلها معروفة مسبقا وأصبح معظم المتابعين على يقين مما قلت ورويت. وختاما لهذا المقال البسيط أقول أن كلامي هذا ليس لفضيحة أي أحد
بل هو لقول الحقيقة وإزالة هذا الحمل عن صدري، وأرجو من الله أن يغفر لي مشاركتي لهم فيما مضى بما كانوا يفعلونه بمشاعر المتسابقين الذين ليس لهم حمل على دفع النقود حتى يتأهل ويفوز باللقب، اللقب الوهمي. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسب الله ونعم الوكيل. إيه وشو كمان؟ هيك خلص المقطع؟ يا زلمة لك وين وثائق؟ وين سري للغاية؟ إلى من يهمه الأمر؟ لك وين الفضايح؟ وينه؟ يعني بدك تقنعنا إنه هالكلام اللي قريناه كاتب موظف سابق لمحطة الـ NBC؟ حبيبي العادة أنت ذكي كتير، يعني ذكي كتير. لك شو هاد؟ يعني إذا كتبت سري للغاية وإلى من يهمه الأمر فلازم نصدق إنه هالكلام كاتب موظف في الـ NBC؟ ويا سيدي أنا رح أسايرك وأصدقك إنه هالكلام صدق واللي كاتبه موظف الـ NBC، وأنا رح أجاوبه لهالموظف الرحيم عن كل شيء قاله. بالبداية قال إنه إدارة البرنامج هي اللي عم تجبر اللجنة أحلام وعاصي وأليسا ومحمد حماي إنه يختاروا متسابقين إدارة البرنامج هي محددتهم سلفاً وبتعطي اللجنة عليهم مصاري. يعني ما بعرف ليش حسيتك وكأنك عم تحكي على ناس ما شايفين المصاري طول عمرهم، ولك هدول فنانين كبار وتعبوا سنين طويلة حتى وصلوا لهالمرحلة وهالمستوى وهالشهرة اللي هن فيها، بقى بدك إياهم يضيعوا كل شيء عملوه مشان كم ألف دولار؟ أكيد لا. وبالنسبة إنه البرنامج تجاري بحت مثل ما أنت عم تقول فهذا موسر وأنت عم تفشي. لا هذا شيء معروف حبيبي، ما حدا بيشتغل ببلاش، وهيك نوعية من البرامج بتكلف ملايين الدولارات وبيشتغلوا فيها مئات العمال، وكل هذا مو معقول مشان حضرتك وحضرتي نتسلى وننتقدهم. بالنسبة لكلامك عن الأطفال السوريين اللي شاركوا برنامج The Voice Kids وما تأهلوا، فهذا شيء بإيد اللجنة حبيبي، هن اللي بيعرفوا يختاروا مين وليش؟ يعني الجنسية ما لها دخل، والدليل إنه حازم شريف أخذ لقب أرب آيدل وهو سوري، وكمان في كتير سوريين غيره حققوا شهرة كتير واسعة من خلال المشاركة بهيك برامج، وكل هالبرامج عم تعملوا نفس المحطة اللي هي الـ NBC. بقى كرمال الله، كرمال الله حاج تعملوا فتن بين الناس، حاج. وكمان بالنسبة للفنانة نوال الكويتية، لو كان كلامك صحيح كانت فتحتهم وما سكتت، لأنه لحد الآن في بيناتهم مشاكل وأخذ وعطى. بدي أسألك يا موظف يا رحيم يا مستقيم، إذا فعلا أنت ما ناوي تفضح حدا مثل ما قلت أو مثل ما قرينا، فليش نشرت هذا الشيء؟ ليش؟ حتى تخلص من زمتك وتريح ضميرك، ما هيك؟ حبيبي برنامج The Voice هلا الموسم الرابع، يعني ليش ما صحي ضميرك بالموسم الأول أو الثاني؟ ليش؟ يعني كانوا ماشيين ساوي؟ كانوا يدفعوا لك شو؟ يا جماعة كل شي شفناه وقريناه كذب واتهامات باطلة باطلة. هالقناة ما هي أبدا قناة الحقيقة، بالعكس هي قناة كذب ونفاق ما أكتر. بتمنى أنه صاحب هاي القناة يشوف مقطعي حتى يعرف أنه الناس ما هن أغبياء وما بيصدقوا شو ما كان. وهيك بتكون حلقتنا خلصت اليوم. اللي مو مشترك بالقناة اشترك هلا، ولا تنسى تضغط على جرس الإشعارات، حط لايك بطريقة. شفتكن بخير، يا رب دايما نشوفكن بخير. سلام.